السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل غسول طبيعي للوجه مناسب لكل انواع البشرة وللاستعمال اليومي. لو بتستعملي غسول تجاري جربي تعملي حاجة طبيعية تفيد بشرتك. الغسول ده مش هقولك بقى 2 في 1 و3 في واحد، ولكن هقولك ان هو فعلا هيرطب البشرة، هيطهرها، هيحافظ على البشرة ويخليها شكلها صحي، كمان بيأخر ظهور التجاعيد. من الحاجات الجميلة جدا اللي انت فعلا هتكافئي بيها بشرتك كل يوم. عارفين كده لما بتشوفوا حد وتقولوا لها يعني ليه بشرتك شكلها صافي وشكلها حلو بتستعملي ايه؟ فعلا لو جربتي تعملي الغسول ده هيعجبك جدا. تعالوا نشوف المكونات. عملنا مع بعض حليب جوز الهند في البيت، وهو ده وانا قلت لكم ان شاء الله هنستعمله في وصفات للبشرة والشعر، وانا النهاردة هستعمله في الغسول لانه من الحاجات اللي فيها مطهرات طبيعية. كمان هستعمل فيتامين اي او فيتامين ه واحدة بس. هستعمل صابون، اي صابون طبيعي، يعني هتروحي الصيدلية او عند العطار هتقولي له عايزة صابون مفهوش اي مواد كيميائية، على حسب طبعا بقى البلد اللي انت موجودة فيها. تستعملي صابون نابلسي، صابون الغار، صابون اي نوع. انا بستعمل النهاردة الطاووس. واحتاج لمية ورد وزيت الورد اللي هو اللي فعلا جميل جدا، هنحتاج منه قطرات بسيطة. المكونات زيت الورد اختياري، يعني ممكن ما نستعملوش لو ما عندناش. اول حاجة هعملها هحتاج ان انا اخد الصابون ديت وابشرها. عايزة معلقة واحدة بس من الصابون ده. في المبشرة العادية تقدري تبشريها عادي خالص. دي حوالي معلقة كبيرة من الصابون المبشور. وعلى طول بقى في نفس الاناء هجيب حليب جوز الهند، وهو يا جماعة لما بنعمله بيفصل كده فلازم نرجه قبل الاستعمال. وده حتى الحليب اللي احنا بنشتريه برضو من الاسواق نفس الكلام. فدلوقتي هرجه وهاخد منه نص كوباية. شايفين ما شاء الله دسم وفعلا يعني مغذي ومرطب بشكل فظيع، من احلى الحاجات اللي ممكن تستعمليها لبشرتك. كمان نحتاج ربع كوباية من ماء الورد. وهروح بقى على البوتاجاز هجيب حلة وهحط فيها مية، وعلى حمام مية هبتدي احط الحاجات اللي هي في البولة دي، الصابون يسيح وكل الحاجات تتجانس مع بعض. هسيبها حوالي 10 دقايق مع التقليب يعني من وقت للتاني على نار هادية لحد ما الاقي كل الصابون داب. وكده خلاص هو داب. ابتدي بقى اكمل بقية المكونات. هحتاج واحدة من فيتامين اي، فيتامين الجمال وفعلا بيخلي البشرة ناعمة جدا. واخر حاجة هو زيت الورد، حوالي 5 نقط منه مش اكتر من كده. هقلب بقى كل المكونات واسيبها تبرد شوية. الغسول ده من الحاجات يا جماعة اللي فعلا جميلة جدا، وبيقعد حوالي 10 ايام اسبوعين في التلاجة. طبعا احنا هنستعمله كل يوم ونرجعه تاني في التلاجة. زي ما احنا شايفين مكوناته طبيعية. كبسولة فيتامين اي بتخلي الغسول ده يعني صلاحيته اكبر شوية، اكتر شوية. ودلوقتي خلاص بيكون جاهز وتقدري تستعمليه للايد للوجه. صراحة بيرطب جدا جدا جدا. وحليب جوز الهند معروف ان هو بيخش في مستحضرات تجميل كتير، احنا خدنا منهم الفكرة، ولكن من غير ما ناخد بقى اضرار الحاجات اللي في الغسول. تقدري بقى تستعملي زي ما انت حابة، على قطنة، على فرشة التنظيف بتاعة الوجه العادية زي ما بتستعمليه. وبعدين تسيبيه حوالي 2 دقيقة وبعدين تغسلي بشرتك. او لو ما عندكيش اي حاجة عايز تغسلي كده على طول فبتاخدي منه شوية
هو بيرغي بسيط جدا. احنا دايما ما بنحبش الحاجات اللي هي فيها رغوة، مش معنى اللي هو بيرغي ان هو ده حاجة واو يعني، بالعكس انا دايما لما بلاقي حاجة بتبقى فيها رغوة بخاف منها، فهو في رغوة بسيطة جدا معقولة. من اول مرة هيعجبك ان شاء الله، وبالمداومة عليه هتلاقي بشرتك اختلفت تماما، ولو فيها حبوب هيروح الحبوب، لانه فعلا بيطهر البشرة وبيعالجها. اتمنى ان شاء الله النهاردة الفيديو يكون عجبكو، وهسيب لكم المقادير مكتوبة دلوقتي عشان اللي عايز يعمله. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني، ومع السلامة.